لكن شاهد الكلام اننا ديننا مثل ما قالت ابو طارق دين ذوق التمر. التمر يا جماعه شوفوا كيف كان ياكل رسول التمر معي ابو طارق معك تارك. اذا كان بيشرب التمر سوى كذا ثم حطها كذا بالادب. ليش؟ ايه عشان اليد لانه اذا دخل يده الله يكرمك بفمه وصمه طلع اللعاب وراح خذ تمره ثانيه في الذوق والرقي. الى وين وصلنا؟ الى وين وصلنا؟ اللهم